مرة تانية وهنكون معاكم مجموعة من الأخبار المنوعة سياسية واقتصادية واجتماعية. يمكن العالم فعلا أصبح قرية صغيرة، يعني أنت قاعد في بيتك بتتابع كل الأحداث بضغطة على زرار واحد على جهاز الكمبيوتر، بتقدر تعمل تحول فلوس، تنقل، تشتري، تبيع، تعمل. التطور التكنولوجي دوت صاحبه اخر تطور اخر، بقى في فكر مختلف في التعامل مع هذا التطور التكنولوجي، بقى في ناس يخشوا يقدروا يستولوا على معلومات من جهاز الحاسب الالي بتاعك، يقدروا يسمعوا صوتك حتى من خلال جهاز التليفون وانت قافله، يقدروا يعملوا حاجات كتيره. القرصنه وتطور المعلومات ديت جعلت البعض والكثيرين حول العالم يبحثوا عن وسائل للتصدي لهذه الاساليب طبعا غير الشرعيه واساليب القرصنه. ان شاء الله النهارده هتنطلق اعمال ملتقى الشرق الاوسط لامن المعلومات، وده هيكون بمشاركه عدد كبير من الوزارات والهيئات المعنيه والشركات المتخصصه من مصر والعديد من الدول الاجنبيه، وده هيكون على مدار يومين ان شاء الله. بالتاكيد رئيس اللجنة المنظمة للملتقى جمال عمران صرح بأنه هيتم خلال الفعاليات مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة زي ما ذكرنا بأمن المعلومات، الاتصالات اللي من بينها نظم الشبكات وسرية وخصوصية وأيضا المعلومات، جرائم الحاسوب، الاتصالات اللاسلكية، أهمية أيضا العامل البشري والقوانين والتشريعات في هذا الإطار. أوضح أنه هيشارك في أعمال الملتقى خبراء على مستوى تقني لتقديم آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا التصدي للقرصنة وأدوات الحماية. المقرر العام للملتقى المستشار محمد الألفي من جانبه صرح أيضا أن أهمية الملتقى هتكمن في أهمية الموضوعات اللي هيناقشها ومدى ارتباطها بالأحداث الخارجية. أنت شايف أن دي ضريبة للتطور التكنولوجي؟ هي بالتأكيد هي للأسف هي الجانب السيء أو جانب استخدام السيء للتكنولوجيا والتطور اللي بتشهده هذه التكنولوجيا، الحقيقة بيذهلنا كل ساعة مش كل يوم بنظم جديدة وتطور بالتأكيد. وزير التعليم العالي الدكتور أشرف شيحة بيقول ان هناك جهود بتقوم بها منظمة البحث العلمي بتتركز على ربط الصناعة بالبحث العلمي. دائما ما نسمع مثل هذه التصريحات، لكن اعتقد على الارض نتمنى يكون في تطبيق فعلا. اللي بيخش النهارده جامعه بيطلع بعد ما بيتخرج من الجامعه بيقول له انسى بقى كل اللي انت خدته في الجامعه وتعالى نبتدي من اول وجديد. ففعلا ما فيش ربط بين البحث العلمي وبين الواحد بيدرسه في الجامعات وبين الحياه العمليه. احنا عامه عندنا مشكله في البحث العلمي لان هم يعني من كتر ما هي مهمه جدا هم ما بقوش عارفين يخصصوا لها وزاره لوحدها ولا يفصلوها وتبقى مع وزاره التعليم العالي، وتبقى ايضا مشكله التعليم الفني واهميته في هذه المرحله، وتبقى الميزانيه المخصصه البحث العلمي. يعني الدول كثير من الدول لو شفنا ميزانيات هذه الدول هنشوف ان جزء كبير جدا من وزنتها بيبقى مخصص للبحث العلمي. احنا للاسف لسه واضح ان النسبه ما ارتقتش الى المستوى المطلوب حتى يعني تقدر تقابل التحديات اللي بيواجهها البحث العلمي. على اي حال الدكتور اشرف شيحة اوضح ان برنامج تحالفات المعرفة والتكنولوجيا اللي تم اطلاقه ده بيعد احد الاليات الفعالة اللي هتبني على القدرات البحثية والابتكارية والمتوفرة في مجتمع البحث العلمي المصري، خاصة تلك التي لمصر فيها ميزة تنافسية لربط البحث العلمي بالصناعة. ومن جانبه الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا قال إن الأكاديمية بهذا البرنامج هتكون استكملت منظومة متكاملة لربط البحث العلمي بالصناعة، وأشار أيضا إلى إن الأكاديمية هتوفر الدعم الفني والعلمي والمادي للأعضاء في التحالفات المقرر تكوينها لتعميق التصنيع المحلي وأيضا تحويل مخرجات البحث العلمي الواعدة إلى قيمة اقتصادية مضافة. إحنا للأسف يمكن بنشوف الكثير من المخترعين اختراعاتهم بتقف عند حد توثيقها وما بيتمش بعد ذلك الاستفادة يمكن منها بالطريقة المثلى، انتاجها على نطاق اوسع، الاستفادة منها في المصانع وما الى ذلك، بتقف فقط عند حد تسجيلها كابتكار. في معرض بيتم اقامته كل عام بمشاريع الطلبة، بتكون في مشاريع في غاية الروعة، وبيبقى اللي عنده مشاريع اللي بيخترع طيارة. يمكن دي برضو أيضا بتقف عند حدود استضافة هؤلاء الوجوه الواعدة في البرامج التلفزيونية، مدى الاستفادة بقى منهم على نطاق أوسع. ما بيطلعوش حتى في التلفزيون أحيانا.
قناع توت عنخ آمون اللي حير العالم، وكان في لغط خلال الفترة الماضية حول هذا القناع وما إذا كان تعرض لعمليات ربما تدمير أو تدمير في بعض أجزاء أثناء ترميمه، لكن الحمد لله الدكتور ممدوح الضماطي وزير الآثار بيطمن كافة المصريين أنه تم البدء في مرحلة التصوير التوثيقي لقناع الملك توت عنخ آمون، وتم نقله إلى الغرفة 55 بالمتحف المصري استعدادا لعملية الترميم لهذا القناع الهام. ويبقى التوثيق على أسس علمية هو أهم ما في هذا المجال. دكتور الضماطي الحقيقة قال أنه من المقرر عقب عودته من معرض الأثار الخارجية باليابان يوم 17 أكتوبر الجاري هيعقد مؤتمر صحفي لاستعراض إجراءات ترميم القناع، واللي هتقوم أو هيقوم بها فريق مصري ألماني مشترك على أعلى مستوى. ومن جانبه أوضح الدكتور خالد العناني المشرف العام على المتحف المصري بالتحرير أن اللجنة العلمية المصرية الألمانية المسؤولة عن ترميم قناع الملك توت عنخ آمون تضم 6 من خبراء الآثار والترميم برئاسة وزير الآثار، وهيشرف عليهم خبير ألماني. وأشار إلى أنه لم يتم تحديد جدول زمني للانتهاء من عملية الترميم، حيث يتم عمل دراسة شاملة للقناع بدءا من عملية الترميم والصيانة والتوثيق وأيضا تحليل كامل للقناع، لأن احنا للأسف شفنا الكثير من المشاكل والكثير من اللغط والأحاديث اللي أثارت جدل كبير جدا حول عملية ترميم الآثار، منها يمكن كان في إشاعات، منها للأسف طلعت أحداث حقيقية وقائع فعلا حصلت وانتهاكات سافرة للآثار. نرجو أن يتم احتواء هذه المشاكل. لسه في مع الآثار ومؤتمر هام أو افتتح بالأمس وزير الآثار ممدوح الضماطي ومحافظ القاهرة جلال مصطفى سعيد معرض الآثار المؤقت خطوات عبر الزمن اللي بيعرض الأحذية والصنادل في مصر القديمة. فيمكن معرض ملفت جدا، وأكيد هيبقى فيه الكثير من القصص اللي ممكن تروى من خلال هذه المقتنيات. المعرض هيعرض تطور نماذج الأحذية والصنادل والمواد الخام والتقنيات المستخدمة في صناعة الأحذية طوال عدد من العصور اللي مرت بها مصر. خطوة عبر الزمن، ليس هذا اسما لفيلما سينمائيا أو كتابا يحكي قصص العصور المصرية القديمة، بل هو معرضا فريدا من نوعه ليضع بين جنباته الحرف اليدوية الفرعونية القديمة، وتحديدا صناعة الأحذية ونمط تطورها عبر العصور. مين التطور الصناعة في العصر المصري القديم والطفرة اللي حصلت في الدولة الحديثة، أيضا تطورها في العصر اليوناني، ظهور أنماط حديثة في العصر اليوناني والروماني نتيجة اختلاط الحضارات والثقافات. أيضا بنبين بعض النماذج اللي في العصور الإسلامية، التقنيات اللي استخدمت في الصناعة. بنبين أيضا إن الحالة الاقتصادية والاجتماعية لصاحب الصندل بتبان من خلال التقنية ومن خلال المواد المستخدمة. المعرض الذي أقيم بالمتحف المصري يعكس طبيعة الحياة اليومية لدى المصري القديم وما طرأ على ملبسه، خاصة الأحذية القديمة. الأحذية اللي لقيناها في مقبرة الملك توت عنخ آمون ليها طبيعة خاصة، لما بنيجي بنشوفها بنلاقي عندنا 3 أنواع من الأحذية. عندي الأحذية المعتادة اللي هي للحفاظ وحماية القدم أثناء السير، عندي فكرة الأحذية الدينية الجنازية اللي هي مصنوعة من الذهب اللي معناها إن هو ليحتفظ بها الملك ليسعى بها في العالم الآخر بعد البعث، أو الرمزية ذات المعنى الرمزي الطقسي، إنه مثلا يضع صور أعداء مصر على الصندل بحيث إنه ما يلبسه كأنه بيطأ على أعداء مصر. 47 قطعة أثرية انضمها المعرض، وتنوعت بين مختلف أشكال الأحذية والصنادل المصرية القديمة بداية من عصر الدولة الوسطى وحتى العصر اليوناني والروماني. عمر حمزة، النيل. كلية الإعلام نظمت بجامعة القاهرة احتفالية لتكريم رؤساء محطات وقنوات الراديو والتلفزيون ومن بينهم قناة النيل الأخبار، واللي شاركت في التدريب الصيفي لطلاب الكلية. يمكن اللقاء ضم أيضا نقاش مفتوح مع طلاب حول كيفية النهوض بالإعلام خلال الفترة القادمة. الإعلام أيضا شهد جدل كبير جدا حول دوره وأهدافه وأهميته في الفترة القادمة. الإعلام بصوره المختلفة يلعب دورا كبيرا في صنع ثقافة الشعوب وتشكيل الرأي العام للمجتمعات، لذا فهو قوة دافعة للبناء والتطور والنهوض بالوطن.
القيادة الإعلامية المصرية حرصت على توفير كافة فرص الدعم للأجيال الجديدة من شباب الإعلاميين للتأكد من قدرتهم على تقديم إعلاما يتناسب مع مكانة مصر. وربما هذا اللقاء الذي جمع بينهم وبين الطلاب في كلية الإعلام بجامعة القاهرة يمثل خطوة في هذا الطريق. بندربه من خلال استوديوهات الكلية، بالإضافة لهذا التدريب هناك تدريب خارجي مع القنوات الخاصة والعامة، وهم الحقيقة يعني متعاونين جدا معنا في هذا الأمر. الطالب يحصل على تدريب منتظم داخل الكلية، وبيحصل على تدريب صيفي من خلال هذه القنوات. تكامل هذا التدريب بيخلق شخصية إعلامية أعتقد أفضل. أهم الأهداف يعني إظهار كوادر جديدة وشباب جديد قادر على ده، وهو فعلا وأنا بتدرب معهم بقول لك بتدرب معهم لأن أنا بستفيد منهم. هم عنده أنا ممكن أكون موديل قديم، هم جيل جديد، جيل سوشيال ميديا، بستفيد منهم جدا من أفكارهم ومن تدريبهم ومن طريقتهم، وبفيدهم بخبرتي وباللي عملته وباللي شفناه واللي تعلمناه من أساتذة برضو لينا نقلوا لنا ده. فهي مسألة متواصلة مهمة جدا. الحقيقة قررنا سواء إعلام ماسبيرو العاملين في ماسبيرو أو حتى كليات الإعلام أن لدينا مسؤولية اجتماعية، أن نكون لدينا إفادة للمجتمع بتاعنا، سواء من خلال المحتوى اللي بنقدمه أو كمان كان مهم قوي من خلال تأهيل الأجيال الجديدة إنها تكون قد سوق العمل وأنها تستطيع أن تنافس. طلاب كلية الإعلام أكدوا على استفادتهم من التدريب الذي تلقوه في مختلف المحطات التلفزيونية والإذاعية، كما أكدوا على قدرتهم على الإبداع والابتكار وإضافة الجديد لمجتمعهم. احنا عدينا في قناة النيل على جميع الإدارات، الست إدارات، الناس كانت متعاونة جدا، حررنا أخبار، اشتغلنا بإيدينا، نزلنا أوردرز مع المراسلين، عشنا جو القناة، حسينا ان احنا منتمين ليها، الجو العمل الديناميكي ده، كانت التجربة مفيدة جدا. دخلنا الاستوديو، عرفنا المذيعين، اتكلمنا مع كذا مذيع، عرفنا خبرة المذيعين كلهم، صراحة كانوا كلهم بشكل هايل بجد، اتبسطنا. كلية الإعلام حرصت خلال اللقاء على تكريم قيادات محطات الإذاعة وقنوات التلفزيون ممن ساهموا في التدريب الصيفي لطلاب الجامعة كنوع من أنواع التقدير على مشاركتهم في دعم الجيل القادم. في الوقت الذي تنتشر في سماء العالم القنوات الفضائية التي يعمل بها المئات بل الآلاف من الإعلاميين، أصبح أمرا حتميا تدريب وتأهيل الأجيال الناشئة ليستكملوا مسيرة الرواد الأوائل. عمرو عبد العزيز، النيل. أهلا بكم من جديد، وخلينا نخرج خارج الاستوديوهات ونلقي نظرة على شوارع القاهرة. ومعنا على الهاتف النقيب أشرف نجم، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور. صباح الخير يا فندم. صباح الخير لكم على سيادتك وجميع السادة المستمعين. مع سيادتك النقيب رأفت نجم، مشرف غرفة عمليات مرور القاهرة. رأفت نجم، نعتذر يا فندم. طيب عايزين نطمن بس من حضرتك على شوارع القاهرة هذا الصباح. أو الحمد لله بالفعل على معظم محاور مدينة القاهرة الكبرى بمتابعة الكاميرات، أيضا متابعة للسلكية مع السادة الضباط. أو الحمد لله أغلب المحاور الحمد لله حالة مرضية تماما، بعض المحاور في تسويفات بالفعل تم رصدها. في صدمة حاليا من حوالي 3 دقائق، محور الشهيد القادم من كوبري المشير قادم من إيه أمام مستشفى الشرطة اتجاه ميدان كوكولا بين 3 سيارات. حاليا تم بيتم تجريمه بدايه الونش تمام الوصول ودار التعامل، وتم الانتهاء ان شاء الله فتره قليله جدا وسحب التسويفات النتيجه على المصادمه. ايضا محور ميدان المصادمه ما فيش اصابات ولا في حاجه يا فندم؟ نعم فندم، ما فيش اصابات او اي حاجه في المصادمه بتاعتك؟ لا الحمد لله، لا الحمد لله فندم. حاليا بيتم المتابعه فعلا، حاليا الكاميرا موجوده حاليا بنفس الموقع، خدمات متواجده بدون مصابين. هم 3 سيارات يعني حاليا، وتم تجنيبه على الجانب الايمن، متبقي سياره واحده حاليا بنمشي معاها الاخر. طب ميدان المطريه حاليا كثافات المتجه لكوبري التجنيد وكوبري الحلميه دون اي اعطال حاليا، خدمات تم الدفع بها الان لسرعه سحب الكثافات. ايضا مع محور اكتوبر اعلى العروبه المتجه لوسط اكتوبر المقصود المعلقه ابتداء اعلى مدار رمسيس المتجه للجيزه، في كثافات حاليا لان في 3 اعطال على التوالي، وصل محصوره من دوران عرب المحمدي حتى مدخل وصل المعلقه حاليا لقيناش تم توجيهها، لكن ادت لكثافات القادم من مدينه نصر. وانصح للساده مستخدمي محور اكتوبر الان القادم من مدينه نصر يمكن تغيير المسار مع مسطح امتياز رمسيس ميدان العروبه استكمال اعلى كوبري العباسيه ثم محور لطفي السيد
مطلع سوبر مره ثانيه من مطلع بغوص حسب كوبري غمره لاستكمال الرحله اتجاه الجيزه. ايضا متابعه القمرات حاليا محور صلاح سالم الحمد لله في الاتجاهين حاله مرضيه تماما. محور النصر الحمد لله حاله ما زالت مرضيه في الاتجاهين. عندي مصادمه محور النصر مدخل حلوان مصادمه من سيارتين ادت لكثافات القادم من حلوان، لكن الحمد لله خدمات تمت الوصول. ايضا خدمات الامن العام تم الوصول بدون مصابين. ادت لكثافات بعض الشيء حاليا بيتم سحب كثافات الناتجه عن المصادمه. عندي حاليا تسرب في صرف صحي محور الصراط على وجه التحديد منطقه المجزر الالي القادم من اسفل الدائري قادم من حلوان اتجاه القاهره. له تاثير بعض الشيء، تاثير طفيف لبطء الحركه بالنسبه للسيارات. حاليا تم التنسيق مع عمليات المحافظه لسرعه الدفع لغلق المجزر المياه وسحب ايضا والشفاط يتم سحب المياه المتواجده بنفس الموقع. ايضا بالنسبه لمحاور القاهره مع الجيزه الحمد لله كوبري اكتوبر مازال القادم من الجيزه بدء الكثافات من اعلى كوبري اكتوبر اعلى الشهيد على وجه التحديد حتى اعلى ميدان رمسيس. ما بعد ذلك المسجل لمدينه نصر حاله مرضيه تماما. فقط بالنسبه لخدمات الصوبه عفوا مدخل كوبري الخيمه مع القاهره اعلى كوبري شبرا العلوي في كثافات، ده نتيجه للتحويله القائمه حاليا لمنطقه اعمال بشيء كوبري. يلتزم السيارات لاقصى الجانب الايمن ثم يمينا انحراف مره ثانيه يمينا اتجاه محور الكورنيش لاستكمال اتجاه مع النصر. الحاله المرضيه حاليا محور الكورنيش حتى خدمات الاذاعه والتلفزيون. الحمد لله عدا ذلك لا يوجد اي ملحوظات على كافه محاور مدينه القاهره الحمد لله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده النقيب رأفت نجم مشرف غرفه عمليات الاداره العامه للمرور. نفضل معاكم في شوارع القاهره ومشوارع القاهره وشوارع المحافظات كلها واخبار الطقس. الدكتوره ايمان عبد اللطيف خبيره الارصاد الجويه، صباح الخير يا دكتوره. دكتوره الو يا فندم صباح الخير. اهلا بحضرتك يا دكتوره. يعني هو ده جو الخريف اللي احنا عارفينه بصراحه. طبعا يعني طبعا في احوال الجويه. اتفضلي يا دكتور توقعات. طبعا هيكون في ارتفاع في درجات الحراره معدل درجه لدرجتين عن المعدل الطبيعي فيها مثل هذا الوقت من العام. هيكون طقس مائل للحراره على شمال البلاد حتى القاهره، حر على شمال الصعيد، شديد الحراره على جنوب الصعيد. الظاهره المؤثره طبعا هتكون هي الصبوره المائيه الموجوده حاليا على شوارع القاهره وعلى محافظات الوجه البحري والدلتا وعلى الطرق الزراعيه تحديدا. وظاهره الصبوره المائيه مستمره معانا الايام القادمه ان شاء الله. لذلك بننصح السادة السائقين بقيادة الهدوء على الطرق وخصوصا الطرق الزراعية. بس حضرتك الجو هيفضل معتدل زي ما هو كده يا دكتورة، يعني الدرجة ودرجتين دول مش هيأثروا يعني. يعني هو بكرة إن شاء الله في ارتفاع شوية في درجات الحرارة، هيبقى حوالي 35 درجة على القاهرة، بس طبعا في رطوبة عالية فده هيخلينا نحس بدرجة الحرارة أعلى. ربنا يطمن قلبك يا دكتورة. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة إيمان عبد اللطيف خبيرة الأرصاد الجوية. وده معادنا مع وقفتنا المعتادة وجولتنا الصباحية في الملاعب الرياضية المختلفة.